فضيلة الشيخ الأخت تسأل عن حكم استخدام الرموش الصناعية بالنسبة للمرأة. هذا حرام، وهذا من الوصل المحرم. والمرأة الحمد لله خلقها الله وأحسن خلقتها، جعل لها رموشا، وجعل لها أيضا شعر على الحاجب وجملها، فلا يجوز العبث بالحواجب ولا العبث برموش العين، وهذا من التدليس والتصنع الذي هو تغيير لخلق الله عز وجل. نعم.